السلام عليكم. عبد العزيز الحراق من تطوان، تحديدا من قريش، طبعا فاعل في فيسبوك صفحه بن قريش. انا جيت من تطوان لاول مره صراحه، جيت عده مرات جيت لهذا المعرض هذا، ولكن هذه المره لاحظت واحد الملاحظه صراحه رائعه جدا، لان القائمين على المعرض كنعطيهم واحد التحيه خاصه من تطواني طبعا، لان سبق اللي جيت لهنا. هذه التحيه علاش؟ لان المعرض هذا العام منظم، الدخله ديالو تعدلت مزيان صراحه. في الوقت العام اللي فات كان ديك الشيء ماشي هو هذاك، ليسباس زادت واحد الشكل كبير بزاف. النظام في الدخول والخروج ما حسيناش بالاكتظاظ ولا بشي حاجه، بالرغم ان الناس كثار بزاف كاينين هنا، الا ان الامور منظمه الصراحه. وبالنسبه للمعروضات اللي كاينه هنا، يعني صراحه انا باقي ما درتش المعرض كامل، جاني ديك الشيء رائع صراحه، الله رائع رائع بزاف. الحاجه اللي شتي وعجبتك لحد الان؟ صراحة اللي عجبني هو النظام، بعدا هو الأولى، طريقة الدخول والخروج والورق، يعني البيس اللي كانوا في الوقت اللي كان العوام السابقة كانوا بعض الناس غير كي نقولوا كيعملوا لهم فوتوكوبي وكيبداو يبيعوا ديك شيء عشوائي. فهاد المرة هذه مضبوطة، في الداخلة كتجبر كتقطع الوراق، وكتجبر السيكيتور الأول كيتأكد واش عندك الوراق ولا لا، عاد كيدفعك من عند الناس آخرين، فبالتالي ما كتكونش العملية يعني كما كنقولوا حنا التحربيق، ولا كيكون داك الشيء منظم مزيان صراحه. تحيه كل التحيه والتقدير للمسؤولين على هذه المعرضه. كيفاش كتشوف الاقبال الناس والاجواء بشكل عام؟ الاجواء بشكل عام يعني كنشوف الامور عاديه الصراحه، بالرغم ان اليوم يعني كاين الدراسه باقيه، ما كاينش العطله، يعني كنتظروا غدا ان شاء الله تعالى ولا بعد غدا، غتدخل يكون السبت، يعني السبت والحد اكيد غيكون عامر بزاف. فانا اخترت الصراحه نجي اليوم باش ما يكونش الزحام بزاف، ورغم ذلك جبرت شويه، يعني الدنيا عامره تبارك الله، الاقبال كاين مزيان. بالنسبه لك انت كتجي الدوارات بزاف، شنو الرواق اللي كيعجبك تمشي له؟ انا الصراحه بحكم انني يعني حتى انا في هذا الدومين ديال التصوير كيعجبني نصور بزاف، وكنشوف في الانترنت في صفحه بن قريش، يعني كيعجبني الرواق الحيوان بزاف بصراحه، فبديت به دابا عاد، وغنمشي لرواقات اخرى طبعا، غنغطي جميع الرواقات ان شاء الله الا كتب. ولكن من سوء حظي على ان اليوم قال لك غيشدوا في الربعه العشيه، فانا كخصني يبقى المعرض حتى العشيه، هذا هو الملاحظه اللي كانت عندي. ترجع مره اخرى ان شاء الله تعالى، لا غنبات ونبقى هنا ان شاء الله تعالى. تحياتي لكم، شكرا على هذا. شنو سميتك؟ سميتي رفايده. جيتي للمعرض؟ جيت لي مع ماما وجداتي وخالي. عجبوني الحيوانات اللي كاينين دابا، وتبارك الله كاين الخير بزاف هاد العام. شنو اللي شفتي لي؟ مازال ما درناش حنايا، شفنا غير الحيوانات اللي هنايا. شنو الحاجة اللي عجبتك فيهم؟ عجبتني السلحفات، الحيوانات السلحفات. شنو تقولي للأطفال والتلاميذ؟ كنصحكم عفاكم تجيو ليه، حيتاش في السبت والحد تيكون عامر. من مدينة سيدي قاسم. جيتي تشوف المعرض الفلاحي؟ نعم سيدي. كتجي كل سنة؟ كنجي كل سنة. شنو الحاجة اللي لاحظتي هذا العام تبدلات؟ الحاجة اللي تلاحظت هذا العام بأن كاين الأمن. الأمن متوفر، واتساع، كاين اتساع، وكنشير بأن الأمن كامل كاين. درتي جوله في المعرض، شنو الحوايج اللي شفتي وعجبوك؟ عجبوني الرواق ديال لو سي بي، وعجبني الرواق ديال الساقي بالانابيب، وجميع ما هذيك عجبوني، كلشي عجبني مزيان مزيان، متوفر، داكشي ممتاز، داكشي ممتاز. تبارك الله عليك. شكرا لك.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.